شريك النجاح مع محمد الإبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعين بي سي اف ام، حلقة جديدة من برنامج شريك النجاح. اليوم في شريك النجاح نتكلم عن موضوع جدا مهم في بيئة العمل وفي الأعمال بشكل خاص. كثير من الموظفين والموظفات أول ما تقولون أو يقولون لهم أن ترى في اجتماع عمل تلاقيه خلاص بدأ بالملل أو بدأ بالضجر أو بدأ يعني يبدأ خلاص كذا ينفس شوي أو ما يطيق نفسه، والبعض يقول أن ترى ما في فايدة من هذه الاجتماعات وهي مجرد تضيع وقت. طبعا احنا ما نروح مع هذه وجهة النظر اللي تقول ان الاجتماعات ما منها فايدة وهي مجرد تضيع وقت، احنا نروح ان الاجتماعات لها فايدة متى ما كانت تعقد بطريقة صحيحة ومنظمة وتعطي فرصة لجميع الموظفين هم يتبادلون الآراء والمقترحات ومتابعة العمل. لكن هل تعتقد ان الاجتماعات بشكل دوري افضل او حسب الحاجة؟ يعني في منظمات يكون الاجتماعات يومية بشكل يومي، يعني يوميا يكون في اجتماعات وتوزيع مهام. في بعض المنظمات أو المؤسسات أو القطاعات تعتمد على بشكل أسبوعي، أن كل أسبوع يكون في اجتماع، وبعض المنظمات لا، كل شهر أو كل 3 شهور يكون في اجتماع، طبعا على حسب حاجة العمل. اليوم في شريك النجاح راح نتعرف كيف نخرج باجتماعات ناجحة وكيف نخلي الاجتماع ممتع وبعيد عن الملل. أول اقتراح أنا اقترحه في الاجتماعات أن لازم الاجتماع، طبعا هذا اقتراح يعني براحتكم، يعني كل واحد وحسب المنظمة اللي هو فيها، لكن أنا اقترح أن الاجتماع يكون فيه معجنات حلويات كذا موالح، وبالتحديد من وين؟ من سنابل السلام. بتقول لي ليه اخترت سنابل السلام؟ لأن هي حاصلة على شهادة الإيزو للجودة، وهي عضو في الاتحاد العربي، والأهم طبعا عضو في الاتحاد العربي للصناعات الغذائية، والأهم أن سنابل السلام ما يستخدمون الألوان ولا المنكهات الصناعية ولا المواد الحافظة نهائيا، يعني كل شغلهم فريش وحلو كذا. وقت الاجتماع تحط لك صحنين معجنات صحنين حلا، يكون الاجتماع كذا ما له حل. الحين راح نروح لكم مستمعينا ونسألكم كيف تشوف الاجتماعات في مقر عملك؟ هل تحس أنها فعلا تضيعة وقت بدون فايدة؟ وإيش هي الطريقة الصحيحة لعقد اجتماعات ناجحة بوجهة نظرك؟ كل واحد يعطينا تجربته في موضوع الاجتماعات، واتمنى لو نسمع الآراء كلها، يعني سواء من المديرين المدراء اللي هم يقومون على هذه الاجتماعات يقولون وجهة نظرهم، إيش الفائدة منها اللي هم يعقدون اجتماعات وكيف الطريقة الصحيحة، ونبغى ناخذ وجهة النظر الثانية اللي هي وجهة نظر الموظفين في هذا الموضوع. حضورك للاجتماع هل هو مضيعة وقت؟ هل هو لا والله فيه فائدة؟ هل هو ممل؟ هل هو تحس انه ما له داعي؟ أو تشوف انه المفروض الاجتماعات تكون حسب الحاجة، إذا في حاجة ملحة تتطلب وجود اجتماع لشرح معلومات معينة أو خطة عمل نسوي اجتماعات، لكن بشكل دوري ما تنصح فيها؟ أو على العكس في ناس يقول لك لا والله أبغاه بشكل دوري عشان أراجع العمل أول بأول، أشوف النقاط أول بأول وأكون قريب من فريق العمل اللي أنا أعمل معه. رح ناخذ تجاربكم على 0112684488، ورح يكون إن شاء الله عندنا مدرب تطوير الذات وتنمية العمل المؤسسي الأستاذ عمر القثمي، اللي راح إن شاء الله يكون معنا في نص البرنامج ونتكلم معه طريقة يعني كيف نطلع باجتماعات إيجابية، اجتماعات غير تقليدية. بإمكانك المشاركة في موضوع الاجتماعات وتكلمنا عن وجهة نظرك فيها على رقم التواصل أو من خلال حساب إذاعة MBCFM على تويتر، راح أقرأ المشاركة بشكل سريع أول ما توصلنا على حساب الإذاعة MBCFM، أو ممكن ناخذك اتصال على 011-268-4488. خلينا نطلع فاصل إعلاني أول، وبعدها إن شاء الله راح نستقبل مشاركاتكم في موضوع الاجتماعات، وجهة نظرك هل هي مفيدة غير مفيدة، حتى نبغى لو تقول من وجهة نظرك إيش الطريقة الصحيحة اللي أنت تشوفها مناسبة وناجحة لعقد الاجتماعات. حياكم الله من جديد شريك النجاح، نتكلم اليوم عن الاجتماعات
الطريقة اللي تشوف أنها من وجهة نظرك أنها تكون فيها الاجتماعات إيجابية وتطلع بصورة أفضل والفائدة تكون منها أكثر. أول متصل معنا وراح يشاركنا تجربته في موضوع الاجتماعات أخونا أحمد. أرحب فيك أحمد. أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله. الله يحييك. أهلا وسهلا فيك. أول شيء نبي نعرف أحمد، أنت موظف ولا مدير قسم؟ يعني أنت تعقد اجتماعات ولا تحضر اجتماعات؟ موظف ومدير قسم أيضا، نعقد اجتماعات وننظم الاجتماعات أيضا. طيب أعطينا وجهة نظرك في هذا الموضوع. والله بالنسبة لموضوع الاجتماعات أنا ما أرى نهائيا الاجتماعات المتكررة بشكل يومي، أراها مضيعة للوقت. الأفضل دائما أنه كل أسبوع تحدد نقاط معينة يتكلم فيها المدير أو فريق العمل في الاجتماع، بحيث النقاط هذه يتم تنفيذها في الأسبوع القادم ويتم مناقشة تنفيذها في الأسبوع اللي ما بعد القادم، بحيث يكون الاجتماع دوري تقريبا كل يوم في الأسبوع أو كل يوم في خلال أسبوعين. أما بالنسبة إذا أبغى أعقد اجتماع غير مجدول، هذا في حالة إذا كان فيه حدوث مشكلة أو خلل أو حاجة حد طارئة، يعني يسمى اجتماع فوري لعلاج مشكلة حتى يتم الاجتماع لعلاج المشكلة فقط، هذا اللي أراه يعني. طيب في بعض الموظفين لما أول ما تقول أنه في اجتماع كذا يحس بملل في الاجتماع أو ما تكون مشاركته إيجابية في الاجتماع، هل مرت عليك؟ هل إلا فعلا تمر هذا الشيء؟ تفضل. تمر في حالة واحدة، إذا كان الموظف ما يعرف عن نقاط الاجتماع أو مهام وش نتكلم فيه في الاجتماع. بعض المدراء يقول في اجتماع ما يدون الاجتماع، ليش؟ عشان يجهزون الاجتماع، وممكن أيضا تلقاهم الإدارة نفسها على قولتهم باللغة العامية مطفشتهم بالاجتماعات، عرفت؟ يعني أنت تشوف كثرتها ممكن تجيب الملل. نعم، كثرتها تجيب الملل وأيضا تكون مضيعة للوقت أيضا حتى. أرى كثير بعض الموظفين إذا إدارتهم الاجتماعات عندها بشكل متكرر وبشكل دائم وبشكل تشوف أصلا في خلل في العمل، أصلا تشوف واضح يعني خلل في العمل، خلل في الأداء الوظيفي عند الموظفين أيضا. لكن بالنسبة للاجتماعات المجدولة والمنظمة الدورية اللي تكون لمصلحة العمل ومصلحة تنفيذ يعني عمل معين أو وضع النقاط على الحروف، هذه أنا معها 100%. لكن المتكررة لا أراها نهائيا. ممكن في إدارات تكون مع هذه الاجتماعات على حسب فكرتها، على حسب سياستها، وعلى حسب احتياجات العمل. يعني في أعمال تتطلب أن كل أسبوع يكون في اجتماع. أكيد أكيد أكيد، صحيح. طيب شكرا لك يا أحمد، شكرا على نقل تجربتك في موضوع الاجتماعات. هذه كانت تجربة أحمد. احنا نبغى طمعانين بتجارب أكثر أو وجهات نظر أكثر في موضوع الاجتماعات. أكيد ما في أحد يسمعنا الحين إلا وحضر اجتماع في مكان عمله، سواء اجتماع سنوي، اجتماع شهري، أو اجتماع أسبوعي، أو اجتماع يومي على حسب المنظمة. هذه فرصة لكم يعني أنك تقول وجهة نظرك، فرصة لك أنك تقدم اقتراحات، فرصة أنك تقول كيف ممكن يكون الاجتماع غني ويعني ثري في المعلومات اللي ممكن يستفيد منها الموظف. رح نطلع فاصل إعلاني وبعد إن شاء الله مكملين مشوار شريك النجاح على 011-268-4488. شريك النجاح، شريك النجاح مع محمد الإبراهيم. تحبون الغناء؟ عمركم بين 17 و14 عاما؟ اشترك الآن في الموسم الجديد من The Voice Kids. mbc.net/thevoicekids. كن نجم الموسم الجديد من The Voice Kids. شريك النجاح
مع محمد الإبراهيم. حياكم الله في شريك النجاح. نتكلم اليوم عن الاجتماعات، سلبيات إيجابيات. نقول مساء الخير أبو لما. مساء الخير أستاذ محمد. هلا ومرحبا، حياك الله. الله يخليك. حقيقة موضوع شيق وموضوع يعني شدني بصراحة أني أتصل عليك. حياك الله. وش اللي أكثر شيء تعاني منه شكلك، أو أكثر شيء تحبه في الاجتماعات؟ خلنا نأخذها بالإيجابية. مش مسألة الإيجابيات والسلبيات، الموضوع الاجتماعي إذا ما كان فيه مخرجات، والمخرجات هذه فعالة برضه. صحيح، صادق. ما تستفيد من الاجتماع هذا نهائيا، حتى الحضور اللي موجودين في نفس الاجتماع يملوا من الموضوع هذا. صح، هذه ممكن أنت إذا تتفق معي أنه ممكن أنت تخطى هذه النقطة، لما أنت تحدد نقاط للاجتماع وتعرضها للموظفين قبل بداية الاجتماع، يعني قبلها بيوم، عشان هم يكونون على دراية إيش راح يكون الاجتماع، ما يتفاجئون أو ما يشعرون بالملل أن الموضوع ما يعنيهم. والله شوف، هو على حسب زي ما تفضلت طريقة عرض الاجتماع وشدك النقاط اللي أنت تبغى تعرضها. على أي حال، هذا لكل شخص، على قول كل شيخ قراءته الخاص. فاليوم نعم، أنت كيف تبغى تعرض الشيء هذا، هذا يعتمد على طيب جميل، خليني أسألك، أنت مع الاجتماعات اليومية أو الدورية الأسبوعية أو الشهرية؟ على حسب، أنا أشوف أنه كل ما كان الاجتماع يعني على شكل أسبوعي كل ما كان أفضل، عشان لا إفراط ولا تفريط. حلو. طيب خلنا نتكلم عن تجربتك أبو لما، تسمعني؟ إيه أسمع. تجربتك أنت في الاجتماعات، يعني هل أنت من الناس اللي أنت مدير قسم تعقد اجتماعات، ولا موظف تحضر اجتماعات؟ والله حقيقة يعني لسه، يمكن بفضل الله أنه يعني قبل شهرين صرت مدير قسم. ما شاء الله، الله يوفقك. يعني الحين تغيرت الأمانة النظرة تبع الاجتماعات وكيفية الاجتماعات، وأتوقع أن الإشكالية أنه لما الواحد يكون على، كل ما زاد المنصب بالعكس كل ما كان تكليفه أكثر من الشيء اللي هو يسويه. نعم. فبس أنا اليوم أنا بأمانة يعني جالس أفكر أنه حتى الاجتماعات ما تكون يعني من الشخص نفسه، أنه لابد أنها تكون موزعة عشان لا يمل الشخص ويحس أنه فعلا اليوم جالس يعرض يوري أشياء هو جالس يقوم فيها. حلو. طيب بما أن أنت توك يعني ما شاء الله على المنصب أبو لما، نتمنى أنك تسمعنا إلى النهاية وتستفيد من مدرب تطوير الذات اللي راح يتكلم عن الاجتماعات وكيف ممكن نطلع فيها بصورة إيجابية، نقاط ممكن أنها تفيدك وتفيد المستمعين. جميل جدا حقيقة، وأنا سعيد برضو بالمحادثة معك، والله يعطيك. شكرا لك. شكرا يا أبو لما. أبو لما ذكر نقطة مهمة، في يوم من الأيام أنت تكون موظف وتشوف أن هذه الاجتماعات ممكن، إحنا نقول البعض، ما نبغى نعمم هذا الموضوع، البعض يشوف أن الاجتماعات ما منها فائدة أو أنها مضيعة للوقت، لكن احسب حساب بكرة، بمعنى أنه ممكن أنت بكرة تصير مدير قسم، فراح تعرف أهمية هذه الاجتماعات وفائدتها في أنها تخليك أول شيء قريب للموظفين، تسمع منهم، شيء ثاني كيف أنك تخطط للعمل بشكل صحيح، وكيف أنه أنت عارف كل شيء قاعد يصير في القسم تحتك من خلال هذا الاجتماع، ومن وتعرف على سير العمل في المنظومة اللي أنت فيها. وهذا أبو لما مثال، يعني كان موظف يحضر اجتماعات، اليوم هو قبل أسبوعين ما شاء الله صار مدير قسم، وصار هو اللي راح يعقد هذه الاجتماعات بنفسه. أذكر اللي حاب يتواصل يتكلم عن تجربته في موضوع الاجتماعات، سواء كان موظف أو سواء مدير قسم، على 0112684488، ونقول مساء الخير. ألو. أهلا وسهلا بسنور. يا هلا ومرحبا، تعرفنا على اسمك حبيبنا. أبو عبد العزيز معك. حياك الله أبو عبد العزيز، تفضل يا أبو عبد العزيز. الاجتماعات طال عمرك، الاجتماعات أول شيء أنا ضد لفظ أنها تكون أسبوعية أو شهرية أو سنوية. الاجتماع إذا ما كان له حاجة ما يعقد، لا نعم. أسبوعي ولا شهري ولا يحدد بوقت معين. نعم، يعني أنت تروح الخيار أن الاجتماعات حسب الحاجة. الاجتماع حسب الحاجة، لأن الاجتماع للأسف يعني في بيئة عملنا، مجتمعنا بشكل عام،
المدير يشوفها مهمة لأنه عنده مشكلة يبغى يتجاوزها، والموظف يشوف الاجتماع لا أنه مضيع للوقت، بينما الموظف لو قام بعمله على وجه المطلوب ما كان في اجتماعات عشان المدير يجتمع بالموظفين ويطرح فكرة معينة ويبحث عن حل. بالإضافة إلى أن أي اجتماع لا يوجد له سكرتير معين هذا معناه أنه ضيع الوقت. لازم في سكرتير أول شيء قبل الاجتماع مهم، نعم. سكرتير تمرير الأجندة، أثناء الاجتماع لتسجيل الوقائع النقاط، نعم. أيوه، وبعد الاجتماع لمتابعة تنفيذها، لازم تتابعها. يعني اجتماع تضيع وقتك بس تجتمع مع العالم وتسولف عليهم وبعدها انتهينا، خلاص هذا مضيع الوقت. لازم يكون نافذ قرارات مثلا نافذة ومتابعة عشان بعدين لو صار في اجتماع ثاني يناقش الاجتماع الأول وش صار، ليش صار كذا وليش صار كذا. طيب وتعرف إن خليني أسألك من وجهة نظرك، الاجتماع لو كان دوري أسبوعي أو كان شهري أو الوقت ساعة ساعتين أو نص ساعة أو بس تناقش فيها النقاط؟ تفضل. خطأ أن يحدد وقت، يعني مستحيل أحد يجي يقول لك مثلا خبير يقول لك أنا نعم. أقدر اجتماع أبغى 5 دقائق أو 10 دقائق أو 20 دقيقة، ما تقدر بناء نعم. على المواضيع. أحيانا ترى الاجتماع ممكن يحصل بين 3 أشخاص كذا يدخلوا مع بعض صح. وانتهينا، حتى لو بدون طاولة بدون جلوس بدون على قلتهم واقف وانتهينا مشكلة معينة انحلت وخلاص نتابعها. يعني بعض الاجتماعات المفروض ما تاخذ طابع الرسمية، يعني انه خلاص تعال ونحضر في الوقت الفلاني وكذا، لا ممكن اجتماع يكون بين 2 أو 3 مدير مثلا أو مساعد مدير وكذا. هذه اجتماعات لا. ممكن تكون فردية. اي في اكيد في فرديه وفيها طبعا بين 2 ما اتوقع انها تكون اجتماع، يعني اقرب ما تكون تلقين الاوامر، لكن اجتماع لا موضوع معين مشكله معينه او اضافه جديده تناقش هل هي مفيده او ما مفيده او غير كذا. نعم يعطيك العافيه ابو عبد العزيز. شكرا لك. اتصال جديد، مساء الخير. السلام عليكم. يا هلا ومرحبا، حياك الله ابو عبد الله. حياك الله يا ابو عبد الله، تفضل. نتكلم عن الاجتماعات صحيح؟ صحيح، هذا هو موضوعنا اليوم في شريك النجاح. طيب انا ما ادري ايش فاتني بس انا عندي نقطتين مهمه صار عمرك كل ما احضر اجتماعات. نعم. اول شيء مكان الاجتماع وعدد الحاضرين هذا مهم جدا، المكان لازم يكون مهيئ لعقد الاجتماع من ناحيه الصوت، من ناحيه يعني يكون مهيئ لعقد الاجتماع المكان، يعني روح الصوت مهم جدا. نعم. هذه نقطة. النقطة الثانية ويكون اللي يدير الاجتماع يعني شخص خلنا نقول يعرف كيف يدير الاجتماع، لأن معظم الاجتماعات عشان توصل لنتيجة معينة مدير الاجتماع هو اللي يقدر يوصل للهدف بأسهل الطرق وبدون مضيعة وقت. يعني إذا أحد أخذ الكلمة يتكلم في موضوع معين مدير الاجتماع يقول خلاص طب اللي بعده أو زي كذا. تقصد يعني اللي يدير الاجتماع نفسه هو عليه مسؤولية كبيرة في نجاح الاجتماع. صحيح، هذا شكرا لك. شكرا لك ابو عبد الله، مساء الخير. اتصال جديد. الو. الو، هلا ومرحبا، حياك الله، تعرفنا باسمك. معك ابو عبد العزيز. تفضل يا ابو عبد العزيز. الاجتماعات يا ابو عبد العزيز. والله في مقر العمل الناس اللي عندنا مدير الله يجزاه خير اجتماعاته في اليوم ممكن اليوم كله يروح اجتماع بشكل يومي. الاجتماعات بشكل يومي والله ممكن يعني فرصة يمكن يوم واحد الأسبوعنا ما يجتمع فينا. ومشكلة الاجتماعات يعني فائدة على قرأت يعني معلومة أن المدير الاجتماعات كثيرة هذا دليل أنه فاشل، ما أدري صراحة المعلومة هذه، لكن احنا ممكن احنا ممكن نتفق ونختلف على هذا الوصف. والله انا شوف انا مع الاجتماع بشكل دوري يعني في الشهر مره، ويكون يعني مدته ساعه يعني ما تتجاوز اكثر من ساعه. نعم، لكن الشكل المنرفز هذا في الاسبوع 2 مرات او في اليوم 2 صباح وبعد الظهر يعني شيء صراحه فوق الطاقه المفروض. طيب يعطيك العافية أبو عبد العزيز. الله وصلت يعطيكم، موضوعك جميل. الله شكرا لك. شكرا. وصلت وجهة نظرك. يعني الاجتماعات زي ما أنت قلت يمكن كثرتها يعني راح تساوي قلتها، يعني ما استفدت منها إذا بتصير كثيرة، خصوصا يقول الصباح وبعد الظهر
واجتماعات يومية، لكن ترجع هي للمدير. وفي بعض الناس يعني هو أبو عبد العزيز شاف أنها مملة، لكن بعض الناس يشوفها لا، أن مدير قريب شوي من موظفينا أكثر، يتابع سير العمل. وإحنا عشان ما نتكلم كثير في هذه المواضيع ونطرح وجهات النظر كلها، جبنا مختص راح يعطينا يعني معلومات ونقاط جدا مهمة من واقع تجربة، من واقع تطوير. اليوم الهدف في شريك النجاح أن نطلع إحنا بصورة مميزة عن الاجتماعات، وكيف ممكن نطور هذا الموضوع ونخليه غير ممل، ونشوف الوقت الأنسب له، وهل الاجتماعات اليومية أو الأسبوعية أو الدورية هي الأفضل. راح نطلع فاصل، وكل هذه النقاط راح إن شاء الله نناقشها مع عمرو القثمي، المدرب تطوير الذات وتنمية العمل المؤسسي، بعد هذا الفاصل. حياكم الله من جديد مستمعين بي سي اف ام شريك النجاح. اليوم نتكلم عن الاجتماعات، كيف ممكن انها يعني تكون إيجابية أكثر، وكيف ممكن انها تطلع بصورة مميزة ومختصرة. عشان احنا نوصل لهذه النتيجة لازم نستعين بشريك نجاح اللي هو الأستاذ عمر القثمي، مدرب تطوير الذات وتنمية العمل المؤسسي. أرحب فيك أستاذ عمر. هلا حبيبي محمد، سعيد معك وأرحب بمسمين. يا هلا بك. طيب، كان عندنا مشكلة في الصوت. خليني أبدأ معك، هل دائما الاجتماعات شيء إيجابي في العمل، أو تشوف أنه يعني خلنا نتكلم عن أهميتها؟ طيب جميل. أول شيء أهنيك على اختيارك للموضوع، خرجت عن المواضيع التقليدية. فعلا الموضوع الكل يعني يحتاج يعرف عنه أكثر، ويلامس الجميع صراحة في جميع المنظمات. زي ما أنت تفضلت، الاجتماعات كثرها قلتها، إيش فائدتها، متى تكون أفضل، ما في قاعدة وما في صح وغلط. بس اللي يحكمنا في الاجتماعات إن نقدر نقول هذا الاجتماع ناجح أو لا، هو الأوبجكتيف أو الهدف من الاجتماع. طالما إنه الاجتماعات هذه بتحقق أهدافها فهي ماشية في المسار الصحيح. أما لو كانت، تخيل محمد إنه أنا أطلب منك مثلا تكتب لي ورقة كاملة، وبعد ما تخلص أخذ الورقة هذه وأرميها في الزبالة، إيش حيكون شعورك؟ أكيد حتحبط، وأكيد ما حتكون حاب لهذا الموضوع. صحيح. عشان كذا ناس كثير بيكره الاجتماعات. ليش؟ لأنه بيحس إنه هي بتضيع الوقت وبدون فائدة، ما بتوصل لحل، مجرد إنه إحنا بنضيع أوقات بعض، وبندخل بالعكس أحيانا في مشاحنات، أحيانا بنشخص من الأمور. طريقة الاجتماع نفسه أحيانا تكون غير، يعني بيئة ما هي صحية. فكل هذه العوامل بتخلي الناس يتضجروا من الميتينجز أو من الاجتماعات العمل. نعم، خلينا نقول ان الاغلب يمكن يشوف ان موضوع الاجتماعات روتينيه، يعني موضوع روتيني يعادل الكلام اكثر من العمل. وخليني اسالك عن وجهه النظر هذه اللي سائده، يمكن خلينا نقول عند بعض الموظفين، احنا ما نبغى نعمم. تمام. زي ما قلت لك، هذا شخص ما قال الكلام هذا الا حس انه فعلا احنا قاعدين نلف وندور في حلقه مفرغه. وقت ما الشخص أو الموظف يحس فعلا أنه في طلع مخرج من هذا الاجتماع ملموس ونقدر نقيسه، ما أتوقع أنه حيكون هذه وجهة نظره. يعني أنا قابلت ناس كثير من منظمات مختلفة، أكثر الناس الغير راضين على الاجتماعات أو اللي يشتكوا من الاجتماعات هم الناس اللي ما بيلمسوا مخرج الاجتماع، فبيكون مجرد هو عنده شغل ومتراكم وعنده لستة أشياء يبغى يخلصها، وتيجي هذه الاجتماعات بتعطله. نعم. فطبيعي أنا لو كنت مكانه أو أي واحد كان مكانه حيصير الاجتماع بالنسبة لي شيء مزعج، صح ولا لا؟ طيب. فهو الوصول لهدف الاجتماع وأننا نخرج بأوبجكتيف أو هدف ملموس، وبعد كذا أنا بشوفه فعلا بيتحقق وبحس أنه لي دور في تحقيق هدف الاجتماع، أتوقع في هذه الحالة حتختلف وجهة النظر تماما. طيب خليني أسألك عن الوقت انعقاد الاجتماع. لو كان أسبوعي، فلنفرض أنه أسبوعي، هل أفضل يكون في بداية الأسبوع أو وسطه أو نهايته؟ طيب جميل، سؤالك جميل، ودائما ما أسأل هذا السؤال، هل الأفضل يكون أسبوعي، يكون يومي، يكون شهري؟ الإجابة الصحيحة أنه ما في إجابة صحيحة،
ما فيش هنا صح وخطأ، كل حالة لها وضعها المختلف. في منظمات يحتاج أن يسووا اجتماع أسبوعي، متى يكون أفضل أول أسبوع أو آخره ترجع لنفس البيئة وثقافة المنظمة اللي هم فيها. هل هم فعلا من المنظمات اللي عندهم مثلا يحتاجوا يرتب أولوياتهم بداية الأسبوع، شغلهم يجي بطريقة أسبوعية أكثر عشان نهاية الأسبوع يكون فيه مخرج، ولا هم بالعكس منظمة يكون عندهم ضغط أول الأسبوع يحتاج أن الموظف يشتغل وينجز، والاجتماع يكون في نهاية الأسبوع عشان كل واحد يعطي مخرجاته والنتائج اللي وصل لها. فما في قاعدة معينة، هي ترجع لذكاء القيادة في هذه المنظمة والحس أو السنس، دائما نقول نستخدم الحس إنه إحنا نشوف إيش الأفضل وإيش اللي حيكون مرضي لوضعنا، لثقافة هذه المنظمة والبيئة الموجودة فيها وطبيعة العمل. هذه كلها أشياء لازم تأخذ في الاعتبار. جميل. فما في قاعدة، في ناس والاجتماعات زي ما أنت عارف، في اجتماعات أسبوعية، في شهرية، في كل ربع سنوية، في كل 6 أشهر. كل واحد لي غرض ولي هدف معين. فبعض الأماكن يسووا حاجة اسمها الديلي بريفنج. هذا الديلي بريفنج اللي هو اجتماع سريع يكون بداية اليوم بشكل يومي، بس هذا ما يكون طويل، يكون مدته 10 دقائق بس، إنه إحنا اليوم إيش عندنا، أمس إيش انتهينا واليوم إيش عندنا، فقط للتذكير وللأبديت يعني. نعم، هذا يعطيني سؤال بالنسبة لمدة الاجتماع، كم المفترض أنها تكون؟ طيب، سؤالك ممتاز، وهذا السؤال حيخلينا ندخل في إننا نفرق بين حاجتين رئيسيتين كثير من الناس عندهم لبس فيهم. أي اجتماع يطول عن الساعة يعتبر يعني وقت زايد عن مدة الاجتماع، مو المفروض الاجتماع يطول عن الساعة. أي شيء بيطول عن الساعة المفروض أن نحوله لوركشوب، يعني تحول لوركشوب وليس اجتماع. حلو. الوركشوب اللي هي ورشة العمل، اللي أنا حقعد ورشة العمل تختلف طبيعتها عن الاجتماع. الاجتماع إيش طبيعته؟ تكون إنه كل واحد جاي جاهز حسب الأجندة المحطوطة لهذا الاجتماع، عنده input معين أو عنده شيء مجهزه حاب يعرض أو حاب يساهم فيه. الاجتماع كاجتماع، إذا جينا يعني الطريقة الصحيحة للاجتماع، ما هو مكان إننا نقعد نفكر فيه ونعمل عصف ذهني ونجيب حلول غير تقليدية ونخرج خارج الصندوق. هذه كلها الأشياء تصير المفترض في ورشة العمل أو الوركشوب، اللي هي ممكن تطول أكثر من ساعة. فهذا الفرق الرئيسي. جميل. طيب، خلنا نتكلم عن أهمية تدوين أبرز نقاط الاجتماع. البعض يحضر الاجتماع بدون ما يدون النقاط الهامة، سواء ما قبل الاجتماع وبعد الاجتماع. طيب، بداية طبعا في أجندة الاجتماع لازم تكون جاهزة وترسل لجميع المدعوين. أجندة الاجتماع يكون أهم شيء يحدد في أجندة الاجتماع، اللي هو احنا نسميه الأوبجكتيف أو الهدف من هذا الاجتماع، بحيث كل البنود بعد كذا تصب في هذا، أنها تخدم هذا الهدف. كثير ما أشوف أجندة اجتماعات ما فيها الهدف اللي إحنا بنوصل له، يعني ممكن أسمي لك يعني يسمى اسم بموضوع أو باسم بند من البنود، بس لا، مو هذا الهدف. أنا أبغى أعرف الاجتماع ككل، هذا البنود اللي فيه تخدم إيش، إيش الهدف الأكبر أو الأسمى اللي يجمع كل بنود الاجتماع. فهذا لازم يكون محدد وضروري، ويكون محدد في مين اللي حيحضره. بناء عليه أنا لازم أجهز أنا إيش مساهمتي في هذا الاجتماع، إيش لازم أحضر، إيش النتائج اللي لازم أعرضها، كل الأسئلة اللي حتكون عندي. هذا قبل الاجتماع. خلال الاجتماع زي ما أنت تفضلت، يهم إنه أنا أدون النقاط المهمة اللي أنا حستفيد منها، ويكون في شخص مسؤول يعمل المينتس أوف ميتينج، اللي هو أو اللي هو محضر الاجتماع. أهم شيء في محضر الاجتماع أخوي محمد إنه يكون في أكشن بلان، أو إحنا إيش النتائج، إيش هنسوي بعد كذا، إيش الخطوات اللي لازم نسويها. بدون أكشن بلان معناته الاجتماع هذا كان مضيع للوقت. جميل. صح ولا لا؟ لأنه إحنا تكلمنا وضيعنا وقتنا، وفي النهاية ما خرجنا بخطة معينة نبغى نمشي عليها. الأكشن بلان برضو أحب أوضح للمستمعين، من الضروري جدا إنه يكون فيها مش بس إحنا إيش هنسوي، لا، نبغى نحدد تحديد مسؤوليات وأوقات. يعني فلان حيكون مسؤول عن 1 2 3، فلان حيكون مسؤول عن الخطوة المعينة هذه في الوقت المعين هذا، ويكون في شخص
مسؤول عن متابعة يعني التطوير أو البروغرس أو الأكشن بلان الحاصلة هذه. جميل. خليني أسألك بحكم يعني تجربتك خبرتك أستاذ عمرو القثمي، عن هل أفضل أن يكون الاجتماع دوري أو حسب الحاجة؟ في منظمات زي ما أنا تفضلت وقلت لك إنه في منظمات يعني آسف زي ما حضرتك تفضلت، في منظمات طبيعة العمل تتطلب إنه يكون في اجتماعات دورية، يعني لازم أنا يكون عندي اجتماع أسبوعي، لازم يكون عندي اجتماع شهري، عندي أمور معينة لازم أقف عليها كل أسبوع أو كل شهر. وفي اجتماعات اللي هي تيجي ل يعني موضوع عرضي أو موضوع طارئ أو موضوع ظهر لي، فأنا بناء عليها أعمل اجتماع. ما فيش صح أو خطأ زي ما قلت لك، كل منظمة كل طبيعة عمل. يعني أنا مستحيل أقارن بين منظمتين في مجال مختلف تماما وأقدر أعمم قاعدة واحدة. كل منظمة لها بيئتها وثقافتها وليها طبيعتها، فهذه صح في حالات وهذا صح في حالات. فالإجابة إنه يقول لك هي فعلا حسب الحالة زي ما تتفضل. جميل. طيب أحد المستمعين أبو عبد العزيز عن تجربته يقول اجتماع الصباح، اجتماع الظهر، اجتماعات يومية لدرجة أنه مل وطفش، وقال عبارة يعني الوصف إحنا ما يعني أنا ما ودي أقول وصف، لكن يقول كثرة الاجتماعات دليل على أن المدير ممكن يكون عنده خلينا نقول فشل في خطة عمله، ما نبغى نقول أنه فاشل. تمام. وجهة نظر، لكن يمكن المبالغة في الاجتماعات بالذات إذا الموظف عنده مهام معينة أو متراكمة أو متأخرة، أنت كذا بتعطله عن أنه هو يمشي في 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 مهامه اليومية، بالتالي هنا في شوية يعني عدم مراعاة، خلينا نقول ما نبغى نقول فشل، عدم مراعاة لطبيعة عمل الناس اللي بيكونوا معاك في الاجتماع. فبرضو يهمنا احنا القائد الناجح او عشان تسوي ميتنج بطريقة ناجحة لازم تتأكد الناس اللي بيحضروا هلا ايش بيناسبهم الاوقات هذه، نسمع منهم هل في وقت اخر انت تفضلوا، هل انت شايف ان الاجتماعات هذه زايدة عن حدها، طب ليش، طب هذه بتأخرك، طب بتأخرك في حلول اخرى ولا هذا الاجتماع ضروري وطارئ ما يتأجل. يعني انا ابغى اقول الاجتماعات لا تصير بطريقة اعتباطية، لا خليها تصير افضل بأخذ آراء كل المشاركين. جميل. لأنه لو واحد من المشاركين أخوي محمد جاي وهو متضايق أو هو مش مرتاح، فكذا ضاع الهدف وضاع وما حنوصل للنتيجة اللي احنا نبغاها من هذا الاجتماع، حيصير مجرد احنا حضور بأجساد فقط ومو هذا الشيء اللي احنا نبغاه. طيب هذا يخليني أسألك إن كيف نخرج باجتماعات ناجحة وممتعة للموظفين بعيد عن أجواء الملل اللي ترافق الاجتماعات، أو خلينا نقول النقاط السلبية اللي احنا ذكرناها إن ما في هدف، إن اجتماعات متكررة، كيف ننجح في الاجتماعات؟ طيب جميل. أول حاجة لازم أحسس الناس اللي معايا في الاجتماع إنه احنا فعلا حنخرج عندنا هدف واحد كلنا مجتمعين عليه، أما إنه كل واحد يدخل الاجتماع بهدف غير واضح وكل واحد عنده غرض مختلف عن الآخر من الاجتماع هذا، وكل واحد بيحاول يخدم الغرض أو الأجندة اللي هو جاي عشانها بدون ما يكون عندنا هدف موحد كلنا متجهين له، هذا الشيء بيخلينا نحس إنه الاجتماع هذا ما بيفيدني أو بيضيع لي وقتي. فهذا أول حاجة يكون الهدف واضح. ثاني شيء يهمنا إنه تكون الاجتماعات فيها مجال للمشاركة. يعني أنا إيش الفائدة إن أنا أجيب ناس وأحطهم قدامي وأجمعهم عشان ألقي عليهم كلام هم ما لهم أي يعني تأثير عليه أو مشاركة؟ أو جميل إنه أخلي الكل يحس إنه هو جزء من هذا الاجتماع، وإن القرارات اللي هتطلع هذه هم ليهم دور، وأحسسهم بقيمتهم الفعلية، إنه أنت كل واحد منكم له صوت وله دور إنه إحنا نوصل لهدف الاجتماع. أما إن أكثر عائق أنا أشوفه وأكثر حاجة تخلي الناس تضايق من هذه الاجتماعات إنه يحس إنه هو جاي وجوده زي عدمه، يعني هو جاي بس لمجرد إنه لازم يكون موجود، ما له صوت مسموع، ما له دور مؤثر، ما كلامه ما له أي وزن أو قيمة. بالتالي أكيد أي واحد هنحط في الوضع هذا حيكون
يعني زعلان من الاجتماع ومو حابه ومو مو مو مرتاح وجالس فيه. نعم. صح ولا لا؟ هذه ممكن في دراسة إن 18 دقيقة أو 15 دقيقة، أنت بتصحح لي إذا ما كان فيه كانت متواصلة حديث من شخص واحد من قائد الاجتماع، بعد 18 دقيقة خلاص الكل راح يخرج من مود الاجتماع. طبعا طبعا، زي ما قلت لك يعني ضروري إنه أنا أدي المجال للكل إنه يشارك، مش بس إنه يشارك، إنه يشوف إنه فعلا له دور في جلسته على هذه الطاولة. أما أن إحنا نيجي نسمع من جهة واحدة أو شخص واحد يكون هو المستحوذ على الحديث والباقي الجلوس هم مجرد ناس بيدوا الموافقة وبيحركوا رؤوسهم، فكذا يعني اختلف الموضوع، وأكيد حنلاقي ناس كارهين للموضوع الاجتماعات، لأنه زي ما قلت لك هو بيجي بدون ما بيحس أنه هو له أي دور أو أي added value، قيمة مضافة لهذا الاجتماع. فضروري أنه نعطي المجال للمشاركة بطريقة صحيحة، يكون الوقت معقول زي ما قلت لك، يكون ساعة، يعني ما بشوف اجتماعات تحصل بالساعات، لا، هذا قلب ورشة عمل وله طبيعة مختلفة ومخرجات مختلفة تماما. أما الاجتماع فاجتماع يكون محدد، ما بيضيع وقت الناس، بشكل منسق له مسبقا، بشكل الكل يقدر يشارك فيه. جميل. من الأشياء أخوي محمد، السلبيات اللي برضو دوبك ذكرتني فيها، أني أشوف كثير اجتماعات له وقت بداية وما له وقت نهاية، وهذا من أكبر المشاكل في الاجتماعات. الاجتماع في أجندة الاجتماع لازم يكون من إلى، مش بس من الساعة كذا، ما يكون الاجتماع مفتوح عشان الناس تبدأ ترتب وقتها. ونستغل الاجتماع هذا انه نخليه قناة للتواصل اكثر ما هو اشخاص معينين هم المستحوذين وماسكين الحوار، لا، نحاول نخلي الكل يشارك ويدي اراءه ويدي تصويته حول اي وجهة نظر. جميل. طيب ايش رايك اذا انا قلت لك ان في منظمة اول ما تبدا الاجتماع يقولون وش راح نتغدى، وكل يوم غدا او كل اسبوع غدا في الاجتماع من ضمن الاجتماع؟ لا، كسر الروتين فيها، يعني اجتماع مع غدا. طيب جميل، لكن انا اتوقع انه ما حيكون، يعني انا افضل انه يكون نص ساعه مركزه، هذا هو نص ساعه للنقاش ونص ساعه ثانيه غدا وتكملت بالضبط، ونقفل الاجتماع وينتهي الاجتماع. طبعا الاجتماع زي ما له افتتاح له اغلاق. صحيح. اغلاق الاجتماع ان احنا نناقش النقاط اللي تكلمنا فيها والنتائج اللي وصلنا لها والاكشن بلان ونشكر الموجودين، بعد ما نعمل كلوزنج لهذا الميتنج، بعدين ممكن الناس يعني اذا يبغوا يكون في غدا او عشاء او ايا كان يكون هذا شيء منفصل. هذا راح يفضلها الموظف هذه الاجتماعات، يصير حتى الناس يعني تقدر تطلع بنتيجة في الاجتماع وتستمتع في مثلا، وتكسر الملل اللي يصير من الاجتماعات يعني. أما أنه إحنا ندخل هذه في هذه، فلا طلعنا باجتماع ناجح ولا بأكلة ناجحة، كل شوي كل بالضبط. الله ينور عليك. طيب يعطيك ألف عافية، شكرا لك، شكرا على وقتك، على مشاركتك ويعني وجهة نظرك ونصايحك في موضوع الاجتماعات، الأستاذ عمر القثمي، مدرب تطوير الذات وتنمية العمل المؤسسي. العفو العفو، تشرفت بوجودي معكم. شكرا لك. طيب راح نطلع فاصل، وبعد الفاصل راح نتكلم في يعني شيء كذا، شيء مميز راح يعجبكم إن شاء الله بعد الفاصل. حياكم الله من جديد مستمعين بي سي اف ام، عشان ما نطول عليكم راح نطلع فاصل غنائي سريع، وبعدها راح نرجع إن شاء الله مع ضيفنا ومع هذه الفقرة الجديدة في شريك النجاح. حياكم الله من جديد مستمعين بي سي اف ام، كنا اليوم راح نبدأ بفقرة، فقرة يعني تتكلم عن تجارب الناجحين والتدرج الوظيفي، لكن يعني لسوء الحظ الضيف اعتذر، بكرة راح إن شاء الله يكون معنا وراح نفتح موضوع كامل عن هذا الموضوع، موضوع التدرج الوظيفي وأهميته في للموظف وللشركة نفسها. اليوم تكلمنا عن موضوع الاجتماعات، كيف ممكن نديرها بشكل صحيح، وكيف ممكن أن احنا نستفيد منها أقصى استفادة،
وكان معنا مدرب تطوير الذات وتنمية العمل المؤسسي الأستاذ عمر القثمي اللي حط نقاط مهمة. بإمكانكم إن شاء الله كل من يسمعنا وحب إنه يستفيد من هذه النقاط اللي هو ذكرها أو من نقاط وتجارب المستمعين إنه يدخل حساب إذاعة MBC FM، راح تنزل حلقة كاملة بإذن الله عشان الكل يستفيد منها. شكر خاص اليوم أبدع في اختيار الموضوع، أبدع في المحاور، اللي هو شريك النجاحي في هذا البرنامج الزميل المعد أحمد الشهري. يعطيك العافية أبو ياسر، ما قصر من خلال اختيار الموضوع اللي لامس كثيرين أو من خلال الأسئلة والمحاور. وبكرة بإذن الله يتجدد معكم اللقاء وموضوع جديد وفائدة جديدة نستفيدها مع شريك النجاح.